السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما في قناة هشام الطبخ. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة تاع بروشات تاع البقري ماريني، درنا قطعناهم هذه خضرة، ومرة المقبلة ندير إن شاء الله بروشات تاع الغنمي. كما قلت لكم راح ندير أطباق تسمى اللي ما يشروش يستعملون البقري، ومن ذاك نديرو تاع الغنمي باش نديروهم للزوج. عندنا هنا شوية زعترة هكذا نفتحها، حية هكذا ولا اليابسة كيما حبيتوا، ماشي مشكل، اللي متوفر ديروها. عندي شوية زيت زيتون، قيس بوشون برك هكذا يكفي، ملح، ملح نديرو شوية برك من داك نزيدولو باش يتشرب لنا برك الداخل، يجينا مليح مالح. من بعد في الطياب نزيدولو شوية فلفل أسود، عندنا شوية سكنجبير، ونزيدو لها شوية توم، نسكر في جوه رقيق المكونات هادو. عفوا نزيدو لها جوراخ تاع رند هكذا خضرة ولا يابسة، هي من الأحسن تكون يابسة، إلا ما كاش نديرو خضرة هذه ماشي مشكل. دوكا لازم نغطيوها بالسيلوفان باش ما يخرجلهاش كامل الريحة هذيك الريح لداخل، ونخلوها ماريني على الأقل حوالي 4 سوايع مينيموم. كي تمارينا اللحم تاعي نجي نطلع لي بروشات، طلع وحده لحم، وحده طرشي خضراء، وحده اخرى لحم، وحده بصل، هذا ولا زوج شرائح كيما حبيتو، ومباشر جيوها كيما حبيتو 6 6 ولا 5 5. اذا هاهم ليك لي بروشات تاعنا، من بعد ما طلعناهم كيما قلت لكم 4 4 ولا 5 5 كيما حبيتو، دوكا نجيو نطيبوهم. شوفوا احنا نستعمل هذه المقله، انا علاش تعجبني المقله هذه باسكو فيها الزيكات شويه طالعين، تسمى شغل نوصي جامي، شغل بردت شويه المقله واللحم طلق الماء تاعو يهبط لتحت ما يلصقليش في اللحم، تسمى ما يقاسلي بزاف اللحم باش يكمل تسمى يعيجيني باش ما يطيبش. كتب لي بالخوف هذا ما كان، نخليها تسخن، ندهنها غير بشويه زيت، هاكا ندهنها غير بشويه زيت ولا زبده باسكو مارينات ديجا تاع اللحم تاعي راه فيه الزيت، تسمى ماشي حاجه، حاجه خفيفه برك. نحط لي بروشه تاعي يطيبو، انا عندي 12 بروشه نطيب 6 6 ثاني. لكن عندكم غطاء كيما هذا شدوه بطرشونه وتعكزو. علاش نديرو حنا العمليه هذه؟ باسكو شوفوا لي بروشات شغل اللحم وحده طالعه هكذا وحده رايحه هكذا، وهذه كيفاش راهي لافورم تاعها، كي نضغطوا عليها تسمع تحكم لنا لافورم وحده، كي نضغطوا عليها تحكم لنا لافورم وحده. شوفوا لهنا كي قلت لكم شنو نقول لي بروشات باش ما تقيسهمش النار، كيما هذوما انا ماشي مقتهمش نسيت قاسهم شويه النار تحرقوا ماشي مشكل، قلت لكم تسمى باش تحكم لافورم وحده هكذا ولافورم هكذا باش يطيبوا لكم ثاني بالخف. بسم الله نضغط عليهم شويه، حوالي 2 دقائق نجي ندورهم بسم الله، ونعاود نضغط عليهم. ست دقائق دوكا لهنا، 4 دقائق في كل جهه نحيهم، باسكو تاني هذيك تاع تخلو اللحم تاني يطيب 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 حتى ينشف كامل تاني يولي لكم عيان. الحاجه الاولى البنه تاعو تروح باسكو اليوجي تاعو كامل راحو، ويولي لكم ناشف يابس، تما شغل طيبوه قسم يسحق برك، المهم قسم تما الانسان ياكلو ما يضروش، هذا ما كان ماشي نطيبوه، كاين دي فولي طيبوه حاجه خفيفه برك يحمروه ينحيوه، بصح حنا لا حنا لازم نطيبو اللحم تاعنا مليح في نفس الوقت ماشي حتى نطيبو ما يبقى فيه والو. هكذا قلت لكم 4 دقائق في كل جهه ونجيو نحيوها. ميك لي بروشيت تاعنا الله الله، كما قلت لكم لازم الحاجه الاولى تكون نار قويه وما نطيبهمش بزاف، 4 دقائق 4 دقائق تدخلهم طيب نحيوهم يبقاو لكم طريين قد ما راهم ينشفوا قد ما راهم ييبسوا تما يخلص لهم الجي تاعهم. نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم، ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. بسم الله يا خويا يا خويا.